أعلن الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أنه تم البدء بعلاج مرضى فيروس سي بالسوفالدي المحلي مع ديكلينزا المستورد في مراكز الكبد. وأضاف دوس أن سوفالدي يصرف للمرضى بشكل منتظم، وأشار إلى أنه متوافر بمراكز الكبد ولا توجد أزمة في صرفه للمرضى. وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإنه يتم تسجيل 40,000 حالة وفاة سنويا، بالإضافة إلى 170 إلى 200,000 حالة إصابة جديدة بسبب هذا الفيروس على مستوى العالم.